السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اعزائنا الكرام. يختتم فريق الاهلي المصري استعداده لمواجهة الفريق الهلال السوداني في بطولة دوري ابطال افريقيا، وتأهل النادي الاهلي المصري لدور مجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في الدور 32 على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة بمباراة العودة بالقاهرة. يستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في 2 عصرا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والثالثة عصرا بتوقيت مصر والسودان. والقناة اللاقلة لهذه المباراة بين سبور فرجة ممتعة أعزائي الكرام.